اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود. مواصفات هذا العود عندنا: الوجه من السدر قطعتين، الزخرفه بالخشب حاضره معنا في الوجه من حيث اطار الشمسيه والقمريات من خشب الجوز والونجي. نعم، الظهر عندنا من الميبل والونجي، اضافه للزند والبنجق. البنجق من الطرفين من الونجي بالكامل. نلقي نظره كامله على العود بالبدايه. المفاتيح من السيسم درجة أولى، المسطرة من الأبانوس درجة أولى، الزند عيار. من هنا نقدر نتحكم بالدوسة، هو بعد الوتر وعن المسطرة من خلال الشد والرخي من هنا بكل سلاسة. هذه الميزة أيضا تحمي وجه العود من التقوس، أو عفوا زند العود من التقوس مع مرور الوقت. الأوتار عندنا من الكروشنر دوزاندودوم. قياسات هذا العود: العرض 36 عفوا العمق 22، إذا العمق 36 العمق 22، طول الزند 19.5 وعرض العظمة 3.9. نبدأ الآن نجري الاختبارات المختلفة في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. أكيد نبدأ إن شاء الله. Thank you.
الاختبار الاخير هو العصر في فينجر بوز. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.